صيف العراق لهاب ومثل ما يقولون يهد الحيل، ولهذا المثل الشعبي وصفه بأنه يبس المي بالحب ويحرق البسمار بالباب. حر الصيف بالعراق واستبسال ثوارنا بثورة العشرين خلى البريطانيين يسمون ثورة العشرين على لسان لورنس العرب باسم تمرد الصيف، لأن البريطانيين ما متعودين على الحر، وعندهم طلعت الشمس ببلدهم حدث خاص يستحق الاحتفال. الثورة انطلقت بسبب تخلف البريطانيين عن وعدهم بتأسيس دولة عراقية وطنية مستقلة، وإعلانهم عن فرضهم الوصاية على العراق بموجب معاهدة سان ريمو 25 نيسان عام 1920. الحراك بالبداية كان سلمي، وحتى السيد محمد حسن الصدر اللي يمثل صوت العقل والحكمة آنذاك عندما التقى بالمندوب البريطاني أرنولد ويلسون أكد له بأن الحركة سلمية وما يقصد منها إثارة القلاقل وجل مطالبنا تأليف حكومة وطنية. لكن عن جهية البريطانيين وإعراضهم عن الاستماع لصوت الشعب ومطاردتهم للشخصيات الوطنية خلى الحراك يتحول بعد شهر إلى ثورة مسلحة. الثورة اشتعلت بعد ما أفتى الشيخ محمد تقي الشيرازي بتاريخ 30 مايس 1920 بوجوب الجهاد والتصدي للمحتل البريطاني. الإنجليز من أجل تضعيف الحراك واحتوائه حاولوا يلعبون على الوتر الطائفي بين السنة والشيعة ويضربون الشعور الوطني، ولكن حكمة عقلاء القوم أفشلت محاولاتهم. فعلى سبيل المثال الشيخ محمد تقي الشيرازي في الاجتماع اللي انعقد ببيته بالنجف دعا إلى تحقيق وحدة وطنية شاملة ما تستثني عراقي واحد. الثورة دامت حوالي 6 أشهر وكبدت القوات البريطانية خسائر بشرية كبيرة تقدر ب 2296 عسكري بريطاني بين قتيل وجريح وأسير ومفقود، بينهم 124 ضابط، وخسائر في الممتلكات تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه استرليني اللي تعادل 6 مليارات دولار بعملة اليوم. الثورة فشلت في تخليص البلاد من المحتلين، لكن أسهمت في تعزيز الشعور الوطني. يقول الصحفي الأمريكي مايكل هيدسون ثورة العشرين المتدين وغير المتدين والسني والشيعي والبدوي والحضري أوجد أسطورة التعاون والمقاومة اللي صار يعتز بيها بتاريخ الوطن. ثورة العشرين تمثل بالنسبة لنا كعراقيين فجر الدولة الوطنية العراقية الحديثة، لأنه كانت السبب في إقناع الحكومة البريطانية بضرورة التخلي عن فكرة حكم العراق المباشر.